أنا وبناتنا الحلوين مستعدين للمسابقة ماما. عرفنا اللعبة شنو؟ لعبتنا إنه هاي البالونات بنثقبها راح تطلع لنا كلمة، نقرأ الكلمة ونكتبها بالطين الاصطناعي على الطاولة أمامكم. راح يكون متسابقين اثنين ونشوف منو أسرع يشوف الكلمة مالته يكتبها بالطين الاصطناعي ويقرأها إنه. هسه راح نبدي السباق بين آدم ومصطفى. مستعدين ماما؟ يلا زمها خليت شكلك، زمها عدل، زمها يلا اقرا كلمتك. يلا يلا هاي 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 آدم، يلا بسرعة شوفها. يلا كمل، يلا سوي دا. عفية عفية سطوفي صف، قولي سطوفي. يلا شكل لنا دا. يلا آدم صفقوا سطوفي، قرانا مقطع دا بشكل بسرعة بسرعة حتى تخلص. يلا آدم شنو طلع لك ماما؟ وجوه. ممتاز، يلا شكل بسرعة خلينا نشوف هسه شجعوا لهم منو أسرع. يلا ممكنكم آدم تشجعون حتى مصطفى. يلا يلا شجعوا، يلا بسرعة بسرعة. تصفيق تصفيق المصطفى، كلكم صفقوا المصطفى. يلا آدم يلا شكل دو. يلا آدم يلا عفية، يلا شجعوا له. لا مو خطي قاعد يسوي قرا وكتب، شجعوا له شجعوا له. يلا سوي الأو دو دو طلع له. يلا آدم يلا حبيبي حط الأو هنا. تشجيع قوي قوي قوي. تصفيق تصفيق. عفية شنو شكلت لنا آدم حبيبي؟ شنو طلع لك هاي؟ اقراها. عفية تصفيق لهم اثنيناتهم. طبعا الفائز الأول مصطفى والفائز الثاني آدم، صفقة قوية إلهم.